السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده هنعمل حلقه استثنائيه، يمكن مش في ميعاد الحلقات اللي احنا متعودين عليه كل يوم اثنين وخميس. النهارده موضوع الحلقه تحذير من شراء منتج بيتسمى براون. جالنا فيه تساؤل من احد اصدقاء القناه على صفحه القناه على الفيسبوك، بتقول في السؤال: بارك الله فيك، لو سمحت يا استاذ، في كيتشن ماشين اسمه براون مكتوب عليه الماني ونازل بكثره في معظم الجروبات وسعره 1000 جنيه، وكمان مختوم عليه الماني، يا ريت تعمل لنا ريفيو عليه، هل هو اصلي ولا لا، حلو ولا مش حلو، لان في ناس كتير على اليوتيوب بتشكر فيه جامد وشكرا. السؤال دوت جالنا على صفحة القناة على الفيسبوك، وجالنا على الكومنت على اليوتيوب على احد الفيديوهات على اليوتيوب، وقلنا لازم نحذر الناس ونعمل فيديو عن موضوع منتجات براون المقلدة. في بعض المنتجات من الكيتشن ماشين هتظهر لكم الصور بتاعتها، زي المنتجات دي بتتباع على انها الماني ومكتوب عليها ميد ان جيرماني، وبيقول ان كمان الجهاز نفسه محفور عليه بالالماني ميد ان جيرماني. طبعا الجهاز ده لا يمت لالمانيا ولا لبراون ولا لاي حاجه من ده، كله الجهاز ده كله مقلد وغش في غش، ونصيحه محدش يشتري المنتجات ديت على الاطلاق، حتى على سبيل التجربه او على سبيل ان سعرها رخيص او على سبيل ان هي يعني تقعد لها شويه واجيب غيرها. في ناس ساعات بتمني نفسها كده، حتى لو قال لك لو هيعيش كام سنه واجيب غيره والكلام ده، الجهاز مش هيعيش معاك، الجهاز مقلد، الجهاز لا يمت زي ما قلنا كده لا لبراون ولا لالمانيا باي صله. طبعا هتلاقي اعلانات في كذا حته، زي الاعلان دوت موجود في احد صفحات الاعلانات ب 550 جنيه كيتشن ماشين براون الماني 850 واط ب 550 جنيه، برضو هنا في اعلانات ب 750 جنيه، والاخت اللي سالت لنا قالت ان هو موجود في الجروبات بقى ب 1000 جنيه. ايا كان الرقم يا جماعه، منتجات براون اغلى من كده بكتير، منتجات براون الموجوده في الشرق الاوسط منتجات مش المانيه. براون دلوقتي المصنع اللي بيصدر منتجات براون للشرق الاوسط، لدول الشرق الاوسط ومنها مصر ودول الخليج، براون ميد ان بولند، يعني بولندي، يعني مش هيبقى الماني. فمن يعني برضو اللي بيغش الظاهر ما عندوش المعلومه ديت، فعمل ايه استامب كده او عمل ختمه على الجهاز او على العلبه ميد ان جيرماني. لو انا دلوقتي جبت منتج من توكيل براون اللي في مصر او في السعوديه او في اي حته، هنلاقي ان الجهاز بولندي، لان زي ما قلنا كده منتجات براون اللي بتنزل للشرق الاوسط منتجات صناعه بولنديه من مصنع براون بمواصفات براون وكل حاجه، بس اللي معمول في بولندا، مصنوع في مصنع براون اللي موجود في بولندا، تمام؟ يبقى ده مبدئيا. فمفيش منتجات براون موجوده في مصر او في اي دوله من دول الشرق الاوسط مصنوعه في المانيا، ده نمره واحد. نمره اتنين، لازم برضو نحط في بالنا نسبه السعر للماركه. الماركه دي المفروض ان هي ماركه براون، ماركه اوروبي في الاصل، المصنع الماني ايا كان، حتى لو بيتصنع في بولندا هو بيتصدر لنا بعملة اليورو، تمام؟ اليورو دلوقتي ب 20 جنيه تقريبا او ب 21 جنيه. لو احنا قلنا ان الجهاز ب 1000 جنيه، يعني الجهاز كده هيقف بحوالي 50 يورو او حاجه و40 يورو. لو نقصنا منه الجمارك وشحنه ومكسب التاجر من تاجر لتاجر لتاجر، هنجد ان الجهاز ممكن يكون واقف في بلده ب 20 يورو او ب 18 يورو. الكلام ده غير منطقي وغير معقول ومش ممكن يحصل. فيا جماعه ما نتغرش بالاعلانات اللي بتنزل اسعار ويقول لك ده الجهاز مختوم عليه والكلام دوت وي وي وي، واصل هو تهريب، اصل هو وارد السعوديه، اصل هو جاي متهرب من الجمارك، وحبه ناس كده هيقنعوك ان هو الجهاز براون والماني بس احنا بنبيعه ارخص عشان هو متهرب من الجمارك. الكلام ده كله كلام، سامحوني في اللفظ، كلام هكس ونصب. يا جماعه ما حدش يشتري المنتجات الا المنتجات الموثوق فيها. على سبيل المثال لو احنا دخلنا في شركة أحمد عبد الواحد، إحنا مش بنعمل إعلان لشركة بس ده توكيل براون في السعودية، لو إحنا شفنا منتجات براون هنا محضر طعام 1000 واط بكام؟ ب 699 ريال سعودي، يعني ب 700 ريال، وده براون أهو، إحنا لو هنتكلم عن براون، وده براون برضه أهو ب 1450 ريال سعودي، ده برضه براون، منتجات براون أهي ب 900 ريال سعودي. يعني ادي منتجات براون اللي في التوكيل بتاع براون اللي موجود في السعوديه. لو احنا دخلنا على موقع سوق بتاع مصر، بلاش السعوديه، السوق بتاع مصر اهو، ده موقع سوق دوت كوم، طبعا سوق دوت كوم ما يقدرش يبيع منتج مقلد، هيحصل عنده مشاكل. فدي الهاند بلندر بتاع براون، الهاند بلندر بس، مش الكيتشن ماشين، هاند بلندر فقط 3000 1300 2000 وشويه.
فكون ان يبقى كيتشن ماشين متعدد الوظائف وب 1000 جنيه وب 750 جنيه، الكلام ده كلام ملوش اي 30 لازمه، وما انصحش حد ان هو يشتريه، هيضيع فلوسه في الارض والجهاز مش هيعيش معاه، وما يقولش لنفسه اهو يقعد وقت ما يقعد وبعد كده ابقى اغيره يبقى جاب تمنه. الجهاز مش هيعيش معاك، الجهاز مقلد وملوش اي علامه تجاريه، واللي معمول دوت غش تجاري وبيساعد على كده المستورد. للاسف المستورد اللي بيستورد من الصين وبيقول للمصانع الصيني ايه اضرب لي ميد ان جيرماني واضرب لي كلمه براون والكلام ده. فنصيحه احنا قلنا يعني بدل ما نرد على السائله بشكل خاص على الكومنت في اليوتيوب، قلنا ان ننبه الناس ان هي ما تشتريش المنتج ده، ولو عايز تشتري براون عايز تشتري كنود يا اما تشتري في وكيل معتمد، وكيل او موزع معتمد، او من وكيل الماركه في البلد اللي انت فيه، عشان تضمن ان فلوسك اللي هتدفعها اي نعم هتدفع فلوس اكتر شويه وغاليه شويه، بس هتشتري منتج مضمون ويعيش معاك وله توكيل وله ضمان وما الى ذلك. هتشتري حاجه مجهوله المصدر برقم تليفون على اي موقع من المواقع بتاعت الاعلانات، يبقى انت كده اكنك بترمي فلوسك في الارض ومالوش اي لازمه الجهاز اللي انت هتشتريه. اتمنى ان الفيديو دوت ما يكونش يعني صادم بالنسبه لحضراتكم، بس احنا قلنا ننبه الناس بالذات الناس المقبله على الزواج اللي عايزه تجهز ما يشتروش المنتجات المقلده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك الفيديو شير لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيرك، وما تنسوش طبعا اشتراك القناه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.